الأخبار الاقتصادية من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت شركات ريستارت إنرجي الاستشارية أن احتياطات العراق من النفط الخام أقل مما تعلنه حكومة بغداد. أضافت الشركة أن الأرقام الرسمية تشير سابقا إلى أن الاحتياطيات المؤكدة لدول أوبك بلغت 1,215 مليار برميل، بينما تبلغ الاحتياطيات الحقيقية 741 مليار برميل، مشيرة إلى أن الفروق الكبيرة في هذه الاحتياطيات تتركز في كل من إيران والعراق والإمارات والكويت ونيجيريا وليبيا. ارتفعت أسعار صرف الدولار يوم السبت في البورصة الرئيسية في بغداد مع إغلاق البورصة في كردستان العراق. وسجلت بورصة الكفاح والحرثية المركزية في بغداد 148,100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي. وارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147,500 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أعلنت جمعية مصنعي الأجهزة المنزلية الإيرانية أن العراق من أعلى البلدان استيراداً للأجهزة المنزلية الإيرانية خلال هذه الفترة. وقالت الجمعية أن العراق وأفغانستان واتحاد الدول المستقلة وشمال إفريقيا ودول خليجية هي الدول الرئيسية وأوجهات التصدير للأجهزة المنزلية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران صدرت أجهزة منزلية بقيمة 54 مليون دولار منذ أواخر شهر آذار وحتى شهر أيار الماضيين بزيادة 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في مؤشر على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في اليمن، تتوالى تداعيات الانهيار القياسي للعملة اليمنية مقابل الدولار منذ مطلع الشهر الحالي، حيث تخطى سعر الدولار الواحد 1,000 ريال يمني في العديد من المناطق في البلاد. تداعيات انهيار العملة اليمنية أثرت على قطاعات الأعمال والتجار والمستثمرين وساهمت بتفاقم معاناة اليمنيين. توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد اليونان بمعدل 3.3% هذا العام، لكنه حذر من أن استمرار تفشي جائحة كورونا يضيف شكوكا غير مسبوقة ومخاطر سلبية على جميع القطاعات. وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يكون الاستثمار من خلال تمويل منح الاتحاد الأوروبي والاستهلاك الممول من خلال سحب الودائع واستئناف السياحة المحركات الرئيسية للانتعاش، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود اختلالات خارجية كبيرة في اليونان، مرجحا أن يضيف الوباء المزيد من الضغط على ميزانيات البنوك والشركات المتعثرة بالفعل. قالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية إنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة أمازون لإجبارها على سحب مئات الآلاف من المنتجات الخطيرة التي وزعتها. وأضافت اللجنة أن شركة أمازون مسؤولة قانونياً عن استدعاء المنتجات، لأنها تشكل خطراً جسيماً لإصابة أو وفاة المستهلكين. بينما قالت شركة أمازون إنها أزالت بالفعل الغالبية العظمى من المنتجات المعنية من متجرها وقدمت للعملاء المبالغ المستردة بالكامل. وتشمل قائمة المنتجات موضع الدعوى أجهزة كهربائية لا تتوفر بها قواعد سلامة المستخدم. ختام الموجز الاقتصادي، دائما كونوا في رعاية الله.